ضمننا كمان على التليفون سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. مساء الخير يا سيادة الوكيل. اهلا وسهلا. هو ليه الاصرار؟ يعني ليه مزعلنا ويعني مخليين في احباط كده عند الراي العام انه الجلسات ما تكونش مذاعه على الهواء؟ ليه يا فندم؟ معلش اول سؤال، لان احنا قلنا ان شاء الله لا المره دي هيذاع، يعني كل مره نقول هيذاع ما بيذاعش، ليه؟ والله احنا يعني قرار مجلس وبعدين احنا يعني يمكن نتمنى هذه الجلسه التاريخيه انها تذاع تمام، ولكن احنا يعني نخش في سرعة لكن النهارده بهذه الزياره التاريخيه سعيدين جدا بيها. ما هي عشان تاريخيه يا سياده النائب، ما هو ما بيقول تاريخيه، طب ما تذاعش التاريخيه دي؟ ما هي اتذاعت هو مسجله فبيدي عندك احساس دايما ان كان في حاجات احنا ما شفناهاش. معلش ما بتخلي بقى الناس تفكر. لا 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 مفيش، ما عندناش مونتاج والله، ما عندناش استوديو مونتاج فيه. طب ايوه، طب ليه؟ انا فاهمه ان هو قرار من الساده النواب ولازم يتم التصويت، طيب ليه ما استعدناش لده؟ ليه ما صوتناش؟ ليه ما يبقاش في حتى قرار استثنائي يعني انه الظرف يعني ده يذاع على الهواء؟ بعد تكوين اللجان ان شاء الله احنا هنتقدم بطلب ويعرض على رئيس المجلس وربنا يسهل ان شاء الله يكون في بس. وبعدين اللجان صحفيين وحضر كل الحضور، واحنا ما عندناش منتج فعلا ما عندناش جلسه مكاننا معانا يعني. بس الاحساس بالجلسه يا سياده النائب بيكون مختلف لما الواحد يعني يقول لك هتنضم دلوقتي القنوات مع التلفزيون المصري وهنذيع كذا، فبيبقى فيه ترقب، فيه احساس باللحظه، غير لما بتقعد تسمع الصوت وحش جدا. انا مستمع الصوت وحش جدا. طيب احنا ولا سمعنا ولا شفنا غير مسجل، معلش بقى فحضرتك الصوت مقطع معاك. طب قول لي يا سياده النائب سؤال تاني، خلينا نسيب دي على جنب وقالينا كلام فيها مره تانية. النهارده الجلسه يعني وصفك ليها، اهميتها، كلمه الملك سلمان، برضو ترحيب الساده النواب، الاجواء نفسها، تقيمها وتوصفها ازاي؟ هذه جلسه هي جلسه تاريخيه للمجلس النواب المصري، ايضا هي اول لقاء او خطاب يلقي فيه ملك من ملوك السعوديه تحت قبه البرلمان. هذه جلسه ستستمر في تاريخ البرلمان المصري للايام القادمه والعقود القادمه. هذه الجلسه كانت من وجهه نظري تمثل مدى الحب والحب الذي قبل به جلالة الملك سلمان، وهذا دليل على ان الشعب المصري هو الذي قابله النهارده بالبهجه والمحبه الذي قابله النواب النهارده من خلال الاحترام ووقوف له اجلالا واحتراما وتقديرا له والشعب السعودي. طيب بالنسبة للاتفاقيات اللي تم توقيعها، موضوع برضو تعيين الحدود، المسألة الخاصة ب يعني الجزيرتين، هل الكلام ده هيكون مطروح أمام البرلمان؟ هيتم طبعا مراجعته والتصديق عليه بالتأكيد وفقا للدستور، يعني ده هيتم برضو إمتى وإزاي؟ طب هو يعني هذه أي أكبر اتفاقيات بين الجانب الحكومة السعودية المصرية، هي اكبر عقد اتفاق ما بين الحكومتين. هذا يعني يدل على ان هناك في تقارب في الفكر وفي الرؤى، تمام، وخاصه ان الشهادتين السياسيتين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلاله الملك، وكانت هذه الاتفاقيات كلها لها طبيعه في مجال الاستثمار ومجال الاقتصادي وايضا في المجال الخدمي والانساني من خلال تطوير قصر العيني. كل هذه الاتفاقات ستعرض على برلمان ان شاء الله باذن الله في الايام القادمه. ده بعد بقى ما ننتهي من مساله الحكومه ومنحها الثقه من عدمه ومساله تشكيل اللجان يا سياده النائب، مش كده؟ تمام بالظبط كده. طيب طيب بالنسبة لكلامنا للحكومة، النهاردة بقى كان في جلسة مسائية واللجنة الخاصة اللي كانت مشكلة ببحث بيان الحكومة، يعني انتهت ولا لسه؟ هل في توصية خرجت؟ لسه منتهيين منها، لسه مفيش لحظات بسيطة. تم رفع الدكتور علي العال رفع جلسة إلى صباح باكر الحق ل خلاص.
تقطع معلش.